رمصان كابتن شريف متصدر الدوري وعشر مباريات فوز متوالي للنادي الاهلي. الحمد لله، الف مبروك. ثلاث نقاط مهمين عشان تواصل النتائج اللي انت بتبحث عنها، تديك الثقه في تكمله الدور اللي انت شايفه السنه دي في كذا بطوله. الحقيقه انت لعيبه مركزه، اسلوب اللعب ما شاء الله، الكره هي اللي بتجري النهارده. يمكن في امتياز شويه عن اول هاف تايم ماتش المقاصه، ان الكره ابتدت هي اللي بتجري، هي اللي بتبحث عن التحركات، لعيبه كلها بمستوى واحد. النهارده وانت بتتفرج ما تحسش برده غير عدم غيابات الدويتات اللي هي ديانج وقفشه وهاني، مع تفوق ملحوظ شويه عن كل مباراه الحقيقه لجيرالدو. علي معلول يمكن النهارده فيه هدوء نسبي، بيرسم خريطه الاداء السهل اللي هو ما بقاش فيه التحامات كتير، ما بقاش فيه كرة فيها عصبية فيها أي حاجة. توفيق لمروان النهارده بهدفين بعد الكرة اللي ضيعها، كان هو محتاج الهدفين دول كويس قوي. وواضح أنت لما أي لعيب بيزيد في خط 18 مروان بيبان، أما بتكون ليه المساعدة وكل حاجة. فاللعيبة النهارده الحقيقة بأداء سهل الحقيقة مع فريق نشط جدا، بيقدر ينقل نفسه لنص ملعبك. أنت النهارده كان عندك الهدوء النسبي أنك أنت تاخد كل الهجمات اللي كانت محدده ليك وتترجم ثلاث اهداف، كنت ممكن برضو تترجم اكتر من كده، وهنتكلم بقى في بقيه التغييرات. تمام.